المهم انا اولا ما شفت هاد الانترفيو ولا التصنيف، ولكن انا غادي نجاوب اون جينيرال. واحد القضيه بغيت نقولها لي زارتيست كاملين وحتى الجمهور باش يفهم هاد النقطه. القمه ما كتسعش الواحد، القمه ممكن تسع لاي واحد في الدنيا، ماشي غير الفنان. دابا حنا عندنا واحد المشكل، الفن راه ماشي ضروري تكون كتغني وكتمثل ولا كترسم، راه الفن تقدر تكون فنان في دارك، تقدر تكون فنان في الهضره، تقدر تكون فنان في تعاملك مع الناس. راه الفن ما كيقتصرش على الغناء والتمثيل والمسرح والرسم دوك. القمه ما كتسعش لواحد، وما كنقدروش نقولوا انا نمبر وان ولا هذاك نمبر وان. حنا في الفن دايرين بحال واحد بوكي دو فلوغ، ممكن تعجبك ورده حمراء ولكن ما تعجبكش ديما، خصك بوكي دو فلوغ ملي كيكون مجموع بالالوان ديالو بشكلو بريحتو، هذا كيزيد اكثر يعجبك. دوك انا بغيت نحيد هذه الفكره، هذه حيدوا هذه القضيه ديال نمبر 1 2، هذا الشيء ما كاينش. ممكن انسان يحس براسو وي تيق في راسو خدمته في ذاك الاجتهاد ديالو، ولكن القمه تتسع لاي واحد. دوك انا تنقول انه يحيدوا الناس هذه الفكره هذه، ربما كان غير تخدل الموضوع، تخدلات الجمله ما تعرفاتش تعبر.